عندي سمعة بتهمني كتير ولازم حافظ عليها منيح. فهمتي علي يا بنتي؟ أنا ما بدي إياها تسود لي سمعتي وتخرب لي إياها قدام الناس كلها. ما رح أقبل بهالشي. بيومتها وبعد اللي صار مو سهل إني أقنع عيلة العريس بهالزواج. أنتي فيكي تدافعي عنها بس بزواجها كل شي رح يتصلح. تفضل شرفت. شكرا. أهلي. تفضلي. شكرا لك. غريب كيف فيها تتجاهلني بهي الطريقة. هي لازم تبادر بالأول مو أنا بادر. حضرت عاملة حالة أنا مشغولة بدها يعني أنا روح وبادر. ليش لحتى بادر وأنا كمان عنيدة؟ مو بس هي العنيدة. مدام أنت عطتيني علبة بالشوكولا والعلبة يلي طلبتها بالحليب. أنا آسفة كتير رح غيرها فورا لحظة بس. معقولة مدام اضطريت إجي من البيت بهالشوب؟ آسفة كتير أستاذ. اختصاصنا نشتغل بس بالشوكولا مو بشي تاني. هالعلبة هي عطيناك ياها تجريبية للدوقة. أنا متأكدة إنها رح تعجبك كتير. هي الشوكولا الخاصة فينا. بس مدام أنا طلبت العلبة بالحليب مو بالشوكولا. رح نعمل لك طلبك بس لازم تجرب هي وأنا متأكدة إنه رح تعجبك كتير. بترجاك جربها لو سمحت. تفضل دوقة. شو حبيتها؟ منيحة بس. ولا يهمك أنت بدك بالحليب رح تاخدها. نحن بهمنا راحتك. تكرم أستاذ. طيب بسيطة تمام أنا رح أخذ من هاي. تفضل. بعتذر كمان. ما في مشكلة. شكرا. شكرا. سانجانا فيك تقولي لي شو هو اسم العريس عشان اكتبه على ايدك بيطلع حلو كتير. سانجانا 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 افتحي الباب سانجانا. افتحي الباب سانجانا. اختي افتحي الباب. يلا افتحي. سانجانا Thank you.